السلام عليكم، اسعد الله مساكم في التصوير الثالث على التوالي لهذا الفيتو اللي مراضي يضبط واللي بيضبط غصبا عنا شاء ام شاء وابى من ابى. راح نتصور هذا الفيتو معك مانجا كيندم، راح يتصور هذا الفيتو كمان. لكن لو اشوف واحد ما يحط لايك، ولا واحد ما يسوي اشتراك، ولا واحد ما يحط كومنت، ولا ما يسوي شير، انا هنا بادخل وبطلع لك من الشاشه وافقع وجهك زي ما سوى اوسن يوم فقع وجه ريبكم. اخر فصل شفناه قبل ان نصور هذا الفيديو كان 798. اللي ريبكم فقع وجه اوسن بس بساعة عكس الهاية، ولكن مش ولا رجال متنرفز للتصوير العاد مرتين. يعني ترى نفذ مو عليكم انتم، يعني على الكاميرا والمايكات وكذا. مرتين صورنا، سامح اخوكم صغير وارأفوا بحاله وعطوه لايكات واشتراكات. تغير الاسم، ايه يعني العصا والجزرة جنت. anyway اتمنى تستمتعوا معنا في هذا الفيديو. الحين خلونا نبدأ. سؤال عندك يا راشد. السؤال الاول للمرة الثالثة عندك يا راشد. طبعا ترى احنا بس سؤال واحد هو اللي عندنا اللي قاعد عيد جاوب. لا جاوبك الثاني كويس يا راشد، لا تغير الاول يسحب عليه. شوف اسمع، اول ما تبدا قل جاوبك الاولي والثاني، اذا في ثالث بتغيره عادي. طيب السؤال هو، من هو الجنرال الاكثر تحقيقا للانجازات في القصه من الفصل الاول ركز الى اخر فصل؟ ركز يقول لك انا في البدايه قلت في التصوير الاول وفي الثاني قلت لكم هيك، في الثالث بقول هيك. الله عليك الله عليك. لا انا شوف سؤال محدد يا راشد، وش من اول فصل؟ ايه من اول فصل، وش من اول من اول فصل لين اخر فصل موجود؟ شين بس ما بعد يصير جنرال، ما بعد يصير جنرال. هيكي هرب من قلعه المحصنه ريبوكو، هرب من السر ومشرع الباب، واللي ما قدر عليه هوسن، واللي ما قدر عليه المنقب ذا. وتخيل شرب سم عاش والله. شوف مسجون وعاش في البدايه، قال فيتو ماجد في اول مره لما قال هذا هذا. نعم ثاني قلت انا لما قال هيك الحين ما راح يقول مع جابتنا وماجد وحده اللي هو ريبو. لا تسقع بيتو ولا يقص، يتسقع بيتو ولا يقص ولا حطوط. اي يقص هذا جو يقص. والله ما دام ان هذه الحلقه الرسميه اللي تتسجل بتذاع اللي قبل كانت تجارب فيتو. اي كفو وما دام الا ذا غير جبت مرتين انا بغير بقول اوسن ملحظة في تحقيق الانجازات. القوا انتم وياه اوسن اللي انقذ المعبر، اوسن اللي اسقط الجيوش، اوسن انجاز اللي بسبقه الاولى. قلت ريبكو والله بس وانت شو بتقول؟ انا بقول ريبكو اشوى غلط. هيك اجبرته يطق ميتو ويقول ريبكو اجبرته. يعني شوف هيك اسطوره رغم انف الحقيقي. والله يا جماعه في التسجيل الاول اللي قلت لك والله لا 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 قاعد تالف وتقول حاجات مغلوطه. ريبوكو يا جماعه ايش اللي سوى؟ اول شيء قتل طائر شن، كان انجاز يعتبر اسطوري. طيب قليل الادب، سوى حرب الائتلاف اللي كانت راح تودي دوله شن هباء منثورا. سرقة هذا خاص، هذا مو انجاز. لا كان بيودي، يكفي انه جمع الدول، يعتبر انجاز. الائتلاف يعتبر انجاز. يعني يعتبر انجاز، وكان يعني لو حماقة اوردو الغبي زين لانه ما يفهم يتكلم اوردو. ايش يسوي يعني؟ هذا مشكلة. ولولا وجود الاسطورة ايسي ولا كان ريبوكو اسقط الدولة. هذه حقيقة يعني. ولولا تدخل يونتان وشطارة كانكي طيب الذكر هو سيء الذكر بس حلو ما ادري شلون يعني ما ادري. المهم فحرب الائتلاف كانت تنجح يعني. لا حلو كان بعدها ايضا شفناه لقم صدق الله حق من بس قتل الدقهيو، قتل ايضا كانكي. اعطونا انجازات الثلاثه واخر شيء بدون حتى حرب الائتلاف. اوسن طاع على راسه اوسن ولا وسي قتل جنراته كلهم. الله سوى له كذا وش ولا كلمه، ذبح جنراته شرده خلاه. يا خسارة السي والله. اي والله يا خسارة حماسة السي والله العظيم. قال لك دق ربعه فهم ريبوكو اللي قاعد يخطط سنتين ومين والله مسح بكرامة، مسك شف مسك اوسن وقناعه كذا ومسح فيه تراب دولة الصين كلها. ما رايح ريبوكو ما تحرك مكانه، خيلته ما تعبت ولا سوى شيء بس كذا خيلته ما تعبت يوم قبل نمشي قاعد تسوي الناس. من اللي تعب يا رب هيك 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 هيك. تخيل هيك سو موجود اكثر من اوسن. الله اكبر الله اكبر. هذا القائد الاعلى يعني. يا شباب يعني انت خلاص ريبوكو هو الاعظم انجاز صراحه. هو بده يصلح الحين الى الحين الى الان.
سؤال اللي بعده. شين بعده؟ عندك يا ياسر. قول. ما هو سبب خسارة أوسن بهذا الأرك؟ هل هو غباء من أوسن أم أن الكاتب أراد النصر لزوجته ريبوكو وهبت سيناريو غير منطقي؟ طيب. أنا ماليش دعوة السؤال كذا والله العظيم، أنا ماليش دعوة. ذكرت اسم المسلم. يونكو شاكس. طيب يا يونكو شاكس. والسؤال اللي قبله كان من أكرم. أكرم. طيب يا يونكو شاكس. شوف السيناريو منطقي. من ناحية منطقية السيناريو لا والله منطقي جدا. تمام. لكن هل كانت المعركة ممتعة؟ للأمانة يعني كان فيها أوكي جزئيات جميلة جدا. تمام بس إحنا كنا نتوقع يعني معركة أوسن ضد ريبوكو إنه يكون فيها تعقيدات. يعني الكاتب هبت. فيها تفاصيل كثير. الكاتب ما هبت هنا شيء. الكاتب قالها سو أو قالها الكاتب يعني على لسان سو. اللي سواه ريبوكو هو يدري إن لو دخل في معركة تعقيدات كثيرة اللي بيربح فيها أوسن. فأنهى المعركة من بدايتها. تمام. خلى ما يقدر هو يتخذ أي حركة. مباشرة ضربة في مقتل وانهى المعركة نهائيا. سحب اللي هو الناس اللي كانوا دائما يسووا لها خلينا نقول تويستات اللي هو شين خلى أوهن يضطر انه يتدخل بس عشان يسكر اللي هو الفراغ اللي تسبب فيه شين، وجاب لك برضه شو اسمه آكو وخلاها برضه يلحقه. خلاص قتل المعركة، ما بقى عنده الا الخمة الموجودين الباقيين وصفاهم واحد ورا الثاني شباشه لما خلى عاد هو يضرب خيطه ويمشي. فلا من ناحية اللي هو السيناريو فالسيناريو جدا منطقي، ولكن كنا نتمنى المعركة تكون يعني كذا عسر فيها تعقيدات أكثر فيها تفاصيل يعني أكثر. هذه أمنية بس الواقع لا الواقع الواقع, الواقع الواقع منطقي منطقي جدا. أخطأ أوسن منطقي بس مو باللي احنا نبيه يعني. إيه أخطأ أوسن والله سهل. شكرا لك يا شيخ، أنت أفضل من أجاب على هذا السؤال، واي واحد بيزقع فيتو بعدك ما عنده سالفه. نعم. فشكرا صحيح هنا هاره ما هبت لكن ما هو الشيء اللي كنا نتمناه بالضبط. الله عليك بعدين اوسك اللي يفوز 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 خلوه يلقى مره يقلب سلوله في الانجل عنده كذا صحيح. سؤال اللي بعد عندك ابراهيم تم بسم الله على هار من اخواني تفضل صبري خالد اعطيني يقول هل أول مملكة راح تسقط هي تشاو بس أبي ياسر لأن صراحة عجبني أم أن تسقط مملكة أخرى قبلها ويرجعون لتشاو بعدها؟ أحسك محنك. شوف أنا لما انهزم كانكي كنت أتوقع أنهم بيغيرون خصوصا أنهم جابوا موضوع هان ما هان وكذا كنت أتوقع صراحة بيغيرون وبعدين يرجعون. بسم الله يقطر منطقية وراح رجع مرة ثانية وقاتل يا طول عمر وخسر اللي هو المعركة الحالية. هل لازم يروح؟ أنا أشوف إنه لا، لا لازم يرجع لتشاو، لازم يهزم تشاو لأن هي العقبة وجه توحيد ولا هو تشاو هو ريبوكو العقبة وجه توحيد. يعني مع الأرك الجاي برضو ريبوكو؟ لازم ينهي أتوقع خلاص إلا إذا كان لأنه مو شوف ممكن إيش اسم الدولة اللي كان فيها جوهيمي يو وي وي, 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 وي. بالضبط إيه. ممكن يروح الوي تمام الوي اصلا كلها على بعضها ما عندها لوجهين لان تو حددهم بالضبط فهي اسهل اصلا يعني دوله موجوده حاليا ممكن يوديها صراحه. لكن انا ودي انه يرجع تشو ينهي موضوع ريبوكو مو لاني انا احب ريبوكو عادي بس يعني خلاص خله ينهي المعضله هذه الموجوده العقبه بوجه التوحيد. مو معقول بنوصل 1000 ولا خلص ريبوكو هو العقبه بوجه التوحيد لازم ينهي للامانه. بس ممكن لو في دوله ثانيه غير تشو بتكون وي هذا يظن لسه منا مرابط على الحدود عندهم تو. أنا سقعد فيتو هين. إيه أنت عندك فيتو واحد وأنا عندي. عوض. واحد وأنا عندي بس. سؤال بعد عندك إبراهيم بعد الباس. حبيبي الله يسعدك. من أخونا الغالي سعد الأحمد. ويلكم. كان من المخطط توحيد الصين في 15 عاما. هل ما زال هذا المخطط موجود وإذا لا كم سنة وراح تتوحد الصين؟ نعم بيكون نفس الوقت إذا كان في أحد شاطر الحين لازم يشتغل فهو شو هيك. شويك الوقت الحين ضاق عندك لازم تشوف لك صرفة وشغلة وغالبا ان في بعض الدول الاخرى راح يسقطون بعض عشان كذا تصير اسهل واسرع للتوحيد. بيشوفون دولة تشين قاعدة تحاول انها تسيطر بيقول يعني شفنا اساسا جوهيمي بده يشتغل على هذا الموضوع اوريدي وممكن حتى الملك اوردو ذا يعني يقول دامكم قطيتوا ريبوكو اللي احنا ما قدرنا عليه خلنا نخش معكم يا جماعة. فبهذه الطريقه ممكن يختصر اللي العقبتين او ثلاث عقبات راح تكون في وجههم. اوردو جنرال بس ملك بس يلا المهم هو الملك حقه زبالين كلهم اوكي زين. عندك طبعا دوله في اوريدي مستسلمه حق دوله تشن اللي هو بالثعابين شي ايه. وعندك جوهيمي بيكون عقبه وقريبكم طبعا العقبه الاكبر حاليا واخر شيء العقبه الكبرى والعظمى اللي معهم ريمبا ناس ما اعرف اسمائهم صراحه اللي في ذيك الصوب
الثانيه اللي معهم ذيك القبله كارن ايوه ذيك الجهه هذيك اللي بتكون اصعب شيء يعني هذيك راح تكون اصعب حتى من ريبوكو اساسا واصعب حتى من جوهيمي بحكم حجمها والاشخاص اللي المجانين عندهم يعني كانوا يقولون لك في فترات يقول احنا اساسا صعب تكون انك جنرال عندنا مو باي واحد يصير جنرال زي عندكم انتم سو اذبح له اثنين صار جنرال هناك لا لازم تصير جنرال دق خشوم تاخذه ما تاخذه طيب السؤال اللي بعده عندي انا سؤال صراحه جميل تفضل فقبل اقرا السؤال باس راشد سؤال من فراس او فارس من افضل من قدم حل لانهاء عصر الحروب في الصين في تلك الحقبه هل هو ايسي بتوحيد بحد السيف ريبكو بخلق تحالف للست دول امام من يتعدى على الاخر واخرق قانون التحالف ام ريوفي بالراسماليه والمعاملات الماليه والله شوف المنطق اذا تبي حل سلمي حل ريوفي هو الافضل بدون اراقه دماء ولا اي شيء لكن هذه الحلول ما تصير على ارض الواقع فالافضل يا انك تاخذها بالقوه ما دام الكل يعاند ولا لا تصير رجال وتسوي فيها انك تقدم اللي سواها ايسي هو الافضل اوكي ممتاز انه قال انا راح اخذها حتى لو اضطريت امشي على الجثث لان لو ما وحدتها بالقوه ما راح اقدر ما حد راح يقدر يوحدها الله عليك كذا اجابه حل ريوفي حلو لكن مو هو الافضل هو حل منطقي في نقطه معينه فقط لكن هل هو الحل الصائب لا فيتو في تلك الحقبه طيب شوف لا يعني ما قال في تلك الحقبه قال في عصر الحروب بس لا عصر الحروب شوف لانهاء هو يقول لك الافضل تمام اذا كان يقصد في افضل في تلك الحقبه بالضبط فلا هو للاسف هذاك الواقع يعني حق تلك الحقبه الدول هناك ما كانت منفتحه على بعض عشان تشتغل اصلا موضوع ايش اسمه تجاره بالشكل اللي كان يبيه ريوفي نظام ريوفي هو النظام العالمي من تقريبا من القرن 20 الى الان هذا اللي كان يطمح له كان عنده نظره مره بعيده ريوفي للعالم فهو النظام القائم حاليا تمام المنفتح على بعضه والتجاره هي اللي تحدد مصالحك والاقتصاد وغيره من الاشياء هذه تمام في تلك الفتره الاقتصاد عامل مهم تمام ولكن كانوا ما ينظروا له على انه هو العمله اللي تصير بين الدول لا انا استحوذ على المنطقه هذه او الدوله هذه وانا ابني في النهايه العالم فبالنسبه لسؤاله بالضبط الاجابه عليه الافضل نظام ريوفي الانسب لتلك الحقبه بس مو الافضل ابدا مو افضل حق ايسي هو طغيان هو رغبه ذاتيه ما فيها اي شيء الا فيتو متفق معي يا صديقي على الورق حل ريوفي هو صحيح هو الافضل على الورق في ذيك الحقبه بالذات يعني في ذيك الحقبه على الورق حل ريوفي هو الافضل اذا ما التحالفات ما ينفعك بس يا سيدي وحاليا زي ما قال ياسر وساعة هذا الشيء يطبق حاليا لكن في ذيك الوقت ما كان في حل الا انك توحد الدول واكبر دليل ان من ذاك الوقت من توحدت الصين وهي ماشيه زي الفل وعسل وحلاوه لو ما سوى ذا الشيء كان يعني ما تمت حقبه طويله اللي هو حقبة العيال ايس هم اللي قاعد يحكمون فترة طويلة فيتو شوف اذا كنا احنا بنرجع للتاريخ فحقبة ايس فاشلة تمام لان اللي نمت وعاشت الصين فيها هي حقبة هان اللي هي 10 سنوات بعد حكم ايس ايس ما طول تمام وجت 10 سنوات وانتهى ايس وجاء هان حقبة هان تمام هي اللي انبنت اوكي يعني خذت من الاشياء اللي سواها ايس تمام او حتى ما سواها ايس سواها ذا اللي معاه ايش اسمه ريشي تمام واللي اصلا ما قدر يطبقها ترى ايس وخذوها هان وهم اللي بنوا الدوله وهم اللي صنعوا تاريخ الصين الحالي ايس انجاز فردي سواه ولكنه ما طال 10 سنوات ونهار هذا الانجاز الفردي هو أول إنجاز أثبت فيه الإنجاز أن هذا الشيء ممكن أن تتوحد الدول المتحاربة التي تقسمت إلى 100 دولة وانتهت في فترة إيس إلى 7 دول وبقيت هكذا متفككة لمدة 500 سنة حروب طاحنة مات فيها ملايين البشر ما كانت ستتوحد لولا أن إيس أثبت أنك تقدر توحدها بقوة السيف فأي حاكم جاء بعده اقترع أن هذا الشيء ممكن لأن اللي قبل ريبكو حاليا كارن كلهم يرون أنها توحيد الصين مستحيل أو شوفه مستحيل فإيسي هو اللي صنع الحلم هذا هو اللي بدأ فيه هو اللي بدأ بصناعة سور الصين العظيم هو اللي بدأ بالدرب الحرير هو اللي بدأ
يعني حتى الرأسمالية والتجارة اللي تتكلمون عنها ايسي طبقها فعليا درب درب الحرير ايسي سوى كل حاجة قد انه في التاريخ وصف على انه طاغية ومستبد ولكن علم المانجا علم المانجا انا قاعد اقراها في المانجا المانجا ما وصلنا 10 سنوات ما يهم انا متاكد انه يعني يظهر لي الرجال أيه. عنده طموح عنده بيطبق القانون وعنده عدل وعنده كذا في المانجا في المانجا في المانجا أيه في المانجا والتاريخ يكتبه المنتصرون يكتبه هارا التاريخ حق التاريخ يكتبه المنتصر هارا هو المنتصر عليك اوكي طيب انتصر عليك انت حاليا القم القم السؤال اللي بعده يعود لي انا بعض الباص بس يا باص ايه و باص يطير نديله باص ثاني ايش ورانا روح يا ابراهيم حبيبي تسلم بعد هزيمه اوسن الساحقه ومسح جيشه بالكامل من قبل الجنرال العظيم شيباشو هل سنرى قائد اعلى اخر غير اوسن في الحملات القادمه ضد دوله تشاو لا انا طبعا لما انا عندي توقع قلته قبل الاثنين الماضي اللي قبله وقت تصوير الحلقه هذه زين قبل فصل حق سوء السخيف زين كنت اقول ترى اوسن ما انهزم لسه في الخيمة قاعد يخطط ويرسم ويبني للعودة مرة أخرى من جديد فذلك أوسن لا تستخف به أبدا حتى لو انهزم راح يرجع أقوى من الحديد الله هذا الله وجهة الله نظري شاء من شاء وأبى من أبى وقد أكون مخطئا فلست عالما بالغيب يعني إجابة كوسن بس نختصر القصيدة كلها نعم بيرجع أوسن مرة ثانية وبيدك تشاو هذا وجهة نظر الشخصية بما أن الكاتب تغير عن التاريخ فأوسن لم يهزم لقم في اليوم الأول لكن لم يهزم بعد تذكروا كلامي حتى يوم ماجد تخلع ماجد 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 خلاص أي أنا أقول لك لا هذا حدث والله ومن معرفتي بهارة راح يرجع أوسن تذكروا كلامي وإذا كنت غلطان تعالوا كلكم وانهزم في الجولة الأولى الجولة الأولى انهزم لقم لقمة عمياء لأنه ما انسحب للخلف لسه في أرض المعركة أوسن ولسه قاعد في خيمته هذا الشيء الوحيد اللي يخليني أقول أن أوسن لسه ما انهزم طيب. في المعركة إبراهيم السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده يقول عندي أنا بعد الباص من جلاد تشين الله ريبك هذا زيرو اسمه بعد ما حدث في آخر أركين هل لا يزال يعتبر كلام ريبك أمام الملك مجرد هياط ومرفق لنا الصورة للكلام ريبوكو فنقرأ لكم إياه حتى لو أطلقت العنان لكل جنرالات تشين دفعة واحدة فلن يرقوا لمستواي أبدا أنا ريبوكو نعم يعتبر هياط لأن أوسن الملك إيسي أطلق عليه ثلاثة بس أوسن كانكي وينتنوى ومسحب وجه التراب في جيو فهو يعتبر هياط أحد عندي رصيد تكلم أنت تتفق أنت انت عاجبك انه هيطلع الملك ايسي يعني انا سر راشد ما لا انا اسالك انت انا معك خلص ليش تبي يرد ما انا ما معي رصيد انا لا لا بها اللي قاعد يهايط قاعد يقول يا راشد اول ما قال انهزم اول ما قال انهزم بعد شنو هايط اجى دافع عن واحد انهزم اول ما ركش طبيعي ان الواحد يحب الاربع يرجع يوقف انت بتدافع طق فيتو ولا خلك منطمس كذا لو سمحت هو حب الارض يعني خلاص لا تهذب وبعد كلمته عشان استحقاق الحق بعد كلمته هذه جاه اوسن وربه بس خلاص زبد زبد لا احد يقول لي ملك خذ 100,000 وما بطيخ الكلام ما يمشي عندي طيب ريبوك وقتها كان مهايط ولقم على وجهه واكل عيش ورز وحاجات ثانيه ما نستطيع نقولها بالسجن طيب سؤال اللي بعده عندك يا راشد في اللقطه الثانيه باب تذكير راشد في شيء يسمونه باستر وفي فيت وفي جولدن فيت وفي سكين اذا سمعنا عنهم انا ودي اشرح له القوانين حق لا اقول له احنا ترى نقدر نورث يلا باس حق ياسر عشان ما يعصب علينا يلا طيب وانا سؤال عندك يا راشد وباس لياسر من اخونا يوسف هل باستثناء دوله تشاو وتشو دولة كارين إيه؟ هل راح تعاني دولة تشين عشان تهزمهم إذا في دولة في ثانية بتعاني معها فما هي والله شوف حجم المعاناة اللي بتقول حجم المعاناة أنه يهزمون ويرجعون مرة ثانية ومدري إيش ما أتوقع بيشوفونها يعني يعني باستثناء دولة تشاو وتشو تمام اللي فيها كارين نعم متفق معنا إيه فبس ممكن يعانون شوي يعني في المعركة خلينا نقول مع جوهيم
كيف يعانون مع جوهير بس مم. بس مو انه يعني اللي يهزمون ما اتوقع والله العظيم بس بيعانون بتكون معركه ممتعه وقويه يا اخي انت بيفقدون ناس يا اخي تعال انقل الحسن من الحلال ما ينفع كذا تعال ساعدني يا اخي احتاجك في البثوث والله العظيم انا اتعب نفسيا مع ناس كذا عنيدين احتاج واحد منطقي زيك يا شيخ بجيك كل انا سبيعنا يا جماعه توني مقنع في ايس اجابه ولا حلو منهم مو بعاجبه مشكله بس في واحد مليون واحد مليون بيذلك على ابو خليفه واحد مليون هذه باع القضيه طيب ابيعك برخيص يا سؤال اللي بعد عندك يا رشيد باس ابو خليفه حبيبي راح تندم على الباس الله يسعدك انا سمعت السؤال قبل طيب انا ما اندم ترتيب كانكي بين افضل الجنرالات في دوله الصين الاول كانكي الاول بلا منازع دولة تشين ها دولة تشين والصين كلها الصين كلها هو الاول ليش شغله يا عمي جولدن فيتو يا عمي وين قاعدين من متى كانكي يصير الاول موجود اوكي أشوار. اوكي شيخ الرجال كلهم اوكي شيخ الجنرالات كلهم اذا ما صدق جولدن فيتو لاجل عيون اوكي صدق جولدن فيتو لاجل عيون مين طب انا اقول ريمكو يخسي طب انا اقول اوسري يخسي شو قاعد تطلعين الكاميرا انا ما في الا اوكي اللي استحق هذا اللقب افضل جنرال وترتيب انا عارف بحد بيضرب خلاص وترتيب كانكي ما يحتاج تاخذ وترتيب كانكي بين جنرالات الصين خلينا نشوف يلا حط اوكي الاول دقيو اوسن يلا بعد اوسن الرابع اوسن الرابع مرر بينهم الرابع عشان يراضين الرابع كانكي اي دخل كنت بعدك وتو يقول افضل انجاز ريبوكو كنت بعدك قاعد يناقض قصه يا اخي الانجاز ده يعني انك الافضل جولد فيت لو سمحت تسند تسند لو سمحت اصقع جولد تتكلم انه حقه وحقه الشرعي فلا تتدخل هو الملك الحين حلو. بعد ايش قاعد جولد من عنده 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 هو عندي عندي شفت بس ما اخذ انت صح وترى كان جوابي منطقي مش اني منطقي لا اصلا انك جولد خلاص ولا كلمه اوكي بس باقي خلاص قال ذاك الاول اوكي ريمبا لا تعالج عد ريمبا قبل الخامس حط الخامس طيب يلا يلا السؤال اللي بعده سيد ريمبا يرجع لك يا راشد بعد الباص بن عصام هل من الممكن نوس انت عم لا لا قلا قلا مبالغة بالتطبيل هل ممكن نوس تعمد الهزيمة لتوحيد الصين لن يخدم مصالحه في إنشاء مملكة ياسي قبل ولا ستيل لا جعل أشوف ما أدري ياسر ها ابنك اليسر سمعت قبل ولا اليمنى مع بعض ما أقدر تحدد روح يا خلص شوف إبراهيم خلينا نتكلم بكل صراحة والله لا خطط ولا مطط الرجال جالس أنا بقول لكم شغلة أوسن كان قاعد يستنى الحركة المفاجئة الغير اعتيادية غير تقليدية من ريبوكو وكل ساعة يقول لك بشوف فجأة تفاجأ أن ريبوكو استخدم تكتيك بسيط سيمبل جدا وشق وجهه وهذا أفضل شيء سواه ريبوكو في هذه المعركة أما تقول لي هو كان مخطط هنا عشان ما في توحيد صين ما صين يا الله ما عنده ذكاء أنه هو أساسا قال حق ريبوكو انضم معي من قبل كان هزمه وقال له انضم معي غصبا عنك وسارة وخلاه ينضم معه غصبا عنه ريبوكو لقمه ولقم طرقا عن خشمه غصبا عليه ريبوكو تلاعب فيه اهو وكريوتن التبن كريوت ما يمنسيها لش طول العمر حتى لو وحتى الصين كاملة ما راح انساها لش انت يا كلبة ما لها دخل في السؤال بس لازم يتم حشر الاغبياء مع بعض سام ودي اصعد له زياده صعد عندك جولد فيت وضرب لا لا صعد خليه في خاطرك صعد روح يا اخوي عطنا السؤال اللي بعده طيب السؤال اللي بعده عندك يا ياسر من او اند هاشتاج 44 بس لمن لك يا مالك الله يسعدك كريوتن اثبتت فشلها كمخططه من ترشح مخططا بدلا عنها يلا يا اخي والله اي واحد في السوق جيبوه ينفع مو كي اخو كي اخو موتن احسن منها اللي عند كان كذا مارون اصرف منها يا خل اي احد استراتيجي يجيبها يخطط ولا هي ذا الحماره بعد الفشل اللي سويته في المعركه الاسف فيتو يلا يا رشيد فيتو اخيرا صح فشلت ما حد يختلف هي إيه تحتاج شيء واحد اي كفين من شو هيكن يسنعها يخليها مره سنعه درس إيه كفين بس وصفحتين زيادة من كتاب فن الحرب حقهم تساعد لأن في بعض أوقات غلبتها عاطفتها أكثر
انها تكون منطقيه واقعيه بعض المعركه. في سسمه الغريزه وما عندها غريزه يا رجال خلنا ساكت عشان ما يقول عنصريه. لا هي ولا قائدها انا ما ادري انا السؤال اللي بعد هذا متفق مع اللي قبله ولا كيف؟ يلا السؤال اللي بعده لك يا ياسر بعد الباس اخوك ابراهيم حبيبي ببسط ابراهيم معك والله هل سينضم اوسن كمخطط لفرقه الهايش التايفه الكريمة؟ والله يعني وظيفه ممتازه صراحه مفصل على اوسن يكون خادم لشيء. اي والله يعني وظيفه مفيده جدا انك تكون مخطط حق كاريوتن. اي من كاريوتن يعني للاسطوره يشين يعني هذا مقامك. لا لا والله اسف لا 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 معليش معليش لا 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 اوكي احنا سفلنا في اوسن لما قلنا بس ما عندي مشكله بس مو كاريوتن كاريوتن بعد هذه الصفعه الله عليك يا هارا بعد هذه الصفعه راح ترجع افضل وراح تكون من افضل مخططين الصين وراح تفيده قدام في معارك اخطر واهم من هذه المعركه. تذكروا كلامي هذا. لكن اوسن ارجعوا بس دقيقتين ورا واسمعوا كلامي. يعني كانت هذه لازم لابد منها يعني انت اذا تحب شخص تسوي فيه تعنفه لازم تضربه. هذا يقول لك النمر اللي جاي يربي ولده ايش يسوي يلوحه في الغابه يقول راح تربه فنزل قطه من العشب فوق يقول له طير دبر روحك يا كابتن. فانت لازم تسوي شيء مع كاريوت تصفق زي ما قال راشد تعطيه كفين تتسنع البنت وترجع اسطوره مسطره تجد ولا تبالي. سؤال اللي بعده عندك يا ياسر من اخونا الغالي لدي خطه اسمه لدي خطه الله على شكله صديق ما عندي باس خلاص من افضل كشخصيات وليس كقوه ايوه كشخصيات قادات كانكي ام قادات اوسن؟ كانكي اكيد بعد كثير اعتراض كمان وش جاب الخمة ذا اللي في اخر فصل راح يطارد ولا الثاني ولا الثالث سو اعطيك ما بيعرف اسمهم ترى ما احترمهم والله ولا احاول لا لا فيتو للاضافه بعد نكمل الجيم فيتو للاضافه حتى خايف قال عطوا الاضافه رغم ان احنا شفناهم يعتبرون من عصابات وقطاع طرق الا انهم لا يكسرون كلمه لقائدهم. الله احترام واضح من كوكو او من شو اسمه ناكي أساس ناكي عقب ما آخر مشهد مقاحة كشين أنا صدق كنت معاك وكنت أبي أكمل معاك لكن ما قدرت حانت اللحظة اللي دم حياة قائدي تنتهي وأنا معه ناس قاعدة تعطيه ولاء كان مو معناته حقين أوسن فيهم ولاء لكن أفضلهم آكو غير الزبالة. ليش قلت هالكلمة؟ قهروني وهم قوية لكن قهروني بس اللي صار مقهرون بيتو قال يا اخويا قال ابن الحلال ما عندهم عن جدتي البنيه شريوه اللي انجزت بينهم كلهم والله. اما البقيه كلهم تبن في تبن واحترمها وخليها تقعد عنده وقائدهم عشان كذا ما يقول لك كنت اقول حق بعض الناس ان الولاء يفرق من ريبوك والجنرالات حقينا واوسن جنرال حقه قال لك لا شو مجنونه راح احرق نفسهم المجد الاوسن. قلت نعم في ولاء لكن في ولاء وفيه شيء اعظم منه. شفنا اوسن كيف الجنرال حقينا والجيش حقه يفدون ارواحهم بالجنون بهبال. نعم حقين اوسن يسوون نفس الشيء لكن في فرق انت قاعد تعيش هذا الشعور تحس تشعر هذا الشعور عند جنوده وذا. شفنا رايدو كيف عنده عشق وتحمل تقطيع جزء جزء ولا تكلم عن قائده كلمه واحده. نعم حتى ذلك يسوون نفس الشيء حقين اوسن لكن في فرق تحس في مستوى تحس في الفه في تقارب تحس انه في مشاعر وان كان كانكي زبال ما يبينها ولا يظهرها لكن القائد حقينا كلهم قال بنروح نموت مع قائدنا وراح نموت مع قائدنا حقينا وسنسوي نفس الشيء. بس في واحد منهم يوم نجا اعرف لك واحد منهم نجا قال بروح اموت مع خصلة شعرة حبيبتي مع الدرع فاهم خصلة من شعرها ولا درعها. تخيل حقين كانكي يسوون زي كذا. تخيل بس يجيك واحد من حقين كانكي راح لا اصدق مرجلة اقسم بالله مرجلة حتى الحرمة عندهم هناك مرجلة طباعهم معكوسة على قائدهم. هذه مع اني ما اطيقهم كلهم والله ما اطيقهم طريقتهم في العيش ما اطيقها ولا عشان احد ظلمني انك تظلم احد غيره هذا غلط 100%. بس انا اتكلم لك انه كعلاقتهم مع قائدهم يعني اتكلم هذا السؤال وهذا اللي احنا جانا السؤال العلاقه او كقاده هم بالنسبه لقائدهم هم افضل بألف مره من اللي عند اوسن مع الاسف لان اوسن مشاعره مفصوله
ليش مع الأسف؟ هذا واقع. طيب والله العظيم اللي حط السؤال هذا يبي مشاكل قسما بالله. ليه ليش ما تعترض اذا عندك شيء؟ انا ما لا السؤال الجاي اللي راح ما عندنا بيت واحد يا عمي اساسا ما عاد وجع اعترض بعد اللي سواه. الله طيب دام انك كذا اجل خذ باص لك يا مان. السؤال اللي بعده من عياس الله يسعدك الباص من اخوي ابراهيم يقول حسب انا كنت على الباص حق انا ما اسمع السؤال شو قلت يا قبل. هل سوء يعتبر رجل ام رخمه كان يتخلى عن قائده هو في شد حاجته بالنظر لتضحيات باقي القاده فين نصنف سوء؟ جاوب صنف يا كابتن صنف يا ماجد. والله شوف انا بالنسبه لي شوف هنا ها لازم تقول الحق ما والله ما راح اجاوب احنا اقسمنا ان دخلنا البيت نقول الحق. ما راح اجاوب لما اقول الحق طالما انه انقذ قائده ووصله الى بر الامان والرجل لانه تخلى عن حبه وبدا قائده وكان ولاء القائده بس ما دام وصلتك لبر الامان وانا اعرف انك انت راح يعني مثل طائر الفينكس ستحلق من جديد يا قائدي العظيم ما عاد تحتاجني انا معاك فمرجله رومانسيه من رجل ومرجله يعني ما هو اقل رجوله من عنتر ولا مجنون ليلى اقبل هذا الجدار هذا الجدار امر على الديار ديار يا بيمر على الدرع يا اخي بوس الدرع رجال رومانسيه رجاجيل رومانس داون في تكفى تكفى يا اسطى عنتر حب عبله وكل شيء وجاب لها قصيده وهو بالحرب يطلع يقول اتذكرك كالرماح نواهي مدري ايش وسيف الزبده ذا يطلع مبسمها في شو اسمه لمعه السيوف انا والله ناسيها عاد معلقه حق ما عندي مشكله يعني كيف بس ما راح يطلع عمر بعد ما خلص المعركه يا سلامات وين يروح يخلص المعركه يا ابوك كان يكلم موهن ان احنا نحتاجك ابوك يحتاجك ثاني فصل جاي عند ذاك كان سار ويقول له ابي شعره يرجع كمان عندك الاثاث عندك هناك رح ليهوط العمر الكانيو اقعد هناك خذ يطل العمر من ريحتها من ملابسها من هذا وانتهينا تروح تدور هناك جثتها يا رجال لا شوف الرومانسيه ما هي بشيء هنا وجود الرومانسيه رجال ولا رخمه كيف كيف وين بيتو بيتو شوف انا قلتها الفصل كان حلو حق سوء لكن ما كان وقته رجل والرجال قليل الصراحه الله الله يبصر مهمته الأساسية توصيل قائدة لبر الأمان سواها لكن ومن الحب ما قتل يا جماعة الله عليك روميو جوليت أتكلم عن واحد أقسم إنه ما راح يفارقها فوصل مرحلة قال أنا جيت أسلم نفسي ذبحوني وخلوني معاها قال ذبحوني وخلوني معاها رجل يا راشد في كثير مبعجين من السيناريو وأنا ما ألومهم وأخذ السيناريو غلط جولدن بيتو انا ما عاجبني بيتو حقك ولا عاجبني جوابه ولا بعجبني انصف يا اخي انصف اسمع يجيك العلم يا حبيبي تبي تقول لي ان روميو جوليت عنتر بطيخ هذا لما يكون لما تقول لي بر الامان لما قائدك خلاص يرجع يوقف على رجوله ويضبط اموره ويسوي كل حاجه تخيل انا يعني انا بشبه أوسن هذا الأب الروحي بالنسبة لك تخيل الأب الروحي لك محتاجك في أسوأ أحواله في هذا والله بروح أموت مع زوجتي معليش يا الأب الروحي أنا آسف والله يعني أنت ما قصرت معي طول عمرك بس أنا وعدت ما وعدت يا ابن الحلال إذا أنت رجال صدق أقعد مع قائدك خلص وياه وبعدين راح مت هناك عاد يزيد معك أي زيد في زي في جلد ولا شيء هو كان يقول عذره طول عمر إنه شو اسمه الوعد حقه لازم يوفيه طيب أنت كسرت هالوعد وهو قال بنفسه أنا خربت الوعد ليش ترجع؟ يعني توفي فيه مرة ما توفي بالوعد، وعد مرة واحدة تعطيه الرجال أو الحرمة حقتك بس مرة واحدة ما تكسر مرة ثانية. الأمانة قالها ما توفي مرة ثانية. قالها مهدي ذيك يوم في البث قال هارا متهاوش مزعل زوجته يوم من الأيام. أيوة. فايش قال؟ راضين الفصل. عشان راضيها بقول لها بالفصل إني شوفي ترى ذا على حسابنا. إذا كذا معذور. إذا كذا معذور الرجال يبي يلم شاملة معه. بيت الرجل بيت عيال. لو كذا ما عذر هذا مسكين. عشان ما ينطرد الله يجمع بينهم على خير ان شاء الله وش دخلني في اني انت متمشكل مع زوجتك ابوك ابو زوجتك فوقك يا ابن الحلال فكنا يرحم امك فكنا وركز على القصة خلص من الفهم راح زوجته انا اتفق مع راشد يمكن وقت الفصل كان سيء خصوصا في توقف وبما الى ذلك هل الحب غلط ولا لا انا مع الحب ما انا اقول لك انه غلط ولا ذا بس التوقيت سيء سواء توقيت هارة أو توقيت حتى سوء يعني قائدك
تو لاقم هزيمه من أسوأ الهزائم اللي انت هزيمه نكراء. انت تقول هذا طعم الهزيمه، انت قاعد تقول هذا طعم الهزيمه، يعني ما انت مستوعب ولا انت فاهم من هذا الشيء. فهذا الوقت اللي بيحتاج فيه قائدك يحتاجك فيه اهم من اي وقت مر عليك في تاريخك كله، تروح تتخلى عنه. غلط، انا وجهه نظري اشوفه غلط جدا كبير، حتى لو كان لاجل حبيبتك، لو كان زوجتك، لاجل ايا كان الشخص القائد حقك، انت المفروض تخليه لما يوقف على رجوله. بعدين لما شوف يوقف على رجوله شفت رجع خلاص كذا، قل لي اروح حق ليلى وعبله وذا البطخيه التديله الثانيه. السؤال اللي بعده من نيومان اخونا الغالي عبد الكريم، فرضا هل راح السؤال يقول هل راح يقبل اوسن مساعده من تو؟ وطبعا اذا اتى تو للمساعده سيكون هو قائد الحمله، هل اوسن راح يقبل بهذا الشيء؟ لا خليه يجاوب. سؤال عندي، سؤال عندي، ها نسيت السؤال عندي والله. طبعا انا اساسا متوقع من زمان وقلتها ان لهزيمه ريبوكو تحتاج انه يكون القائد الاعلى تو، المخطط الاستراتيجي اوسن، والمقاتل شين. بهذه التشكيله يكون انتقام الاو عائله كانكي عائله اوكي تصير بيرفكت. اوسن من عائله اوه المخطط، تو نائبه هو القائد، شين هو السهم اللي يقص رقبه. طبعا يحتاجون اوسن عشان التخطيط انه يكون مكافئ. جولدن فيتو. راح عليك الجولدن عري. 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 عري عري معلش، مين اوس عشان يقبل؟ غصبا عنه بيصير. اي طيب معاك بابا. لا معليش بابا 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 انت تتكلم هل يقبل معناه اهو لا ايو او لا لا مين. اذا ايس قال انت بتكون قائد الاعلى ذلي معاك بيصير، مثل ما خلاه قائد اعلى حق اوسن على يونتان وملكة الجبال. صحيح، اللي هي تعتبر كجنرال مرتبة الشرف. كفو. وش اسمه وكانك ما راح تظن قبول رأي جنرال. الله عليك الله عليك. هذا راح يصير. فأي أحد ممكن حتى حط شين بيحطه غصب عن أي أحد ثاني. لو حط كريوتة يا رجال، لو حط الخدامة في بيته بيكون أمر، هذا أمر ملك. الله عليك. هذه الإجابة النارية الحارقة المحقة الساحقة. نصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الجميل والرائع والممتع، إن شاء الله كنتم استمتعتم معنا. بالختام قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسون الاشتراك، اللايك والشير، ونشوفكم على خير.